أيها الشعب السوداني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من مؤسسة الحصة وطن من حاضرة ولاية شمال دارفور الفاشرة، وهذه هي الرسالة الثانية. الرسالة الأولى وخصوصا من ولاية شمال دارفور إلى الدفاع عن أهل والعشيرة من الشكرية وأهل الجزيرة. أما هذه الرسالة الثانية لعمر الدقير وأتباعه. قف عمر الدقير، الله حمدوك وكل الإخوة من سلك وياسر عرمان ومريم الصادق المهدي والداعين والمطالبين للبند السابع وإدخال القوات الأممية للسودان. والشعب السوداني ولم يستسلم أبدا يوم من الأيام أن يدخل البند السابع في السودان. قف عمر الدقير، اتصالك بالسفير البريطاني وادعاؤك باسم المدنيين ودعوتك للأمم المتحدة وطلبك الرخيص بالتدخل الدولي للحفاظ على المدنيين، هذا كذبة سياسية كبيرة جدا، كذب منك، وأنت حين ذلك تكون كذاب والشعب السوداني يحاسبك. لشعب أعزل مثل الشعب السوداني، خروجكم من السودان وتغوغلكم حول السفارات وإدعاءاتكم الشعب السوداني على بينة. نحن كلنا شعب سوداني، وهذا الوطن وطننا، وهذا الأرض أرضنا. فالسودان لا تباع ولا تشترى، فعليكم جميعا أقفوا عند حدودكم، أقفوا عند حدودكم. فنحن كشعب سوداني لم نختلف، كل الشعب السوداني حاجة واحدة. والجنجويد أجانب لا نقبلهم بأي شكل من الأشكال في أرضنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نحن كشعب سوداني غدا سنخرج نطلعهم من السودان. الدور جاييكم. قف نحن كشعب سوداني جميعنا رأينا واحد، وأنا لم أتحدث من فراغ، وهذا الحديث ليس حديثي أنا، وإنما حديث الشعب السوداني. العالم كله تنتبه، كل العالم انتبهوا، الشعب السوداني دولتهم هذه دولة غالية بأي شكل من الأشكال، كل من سولت نفسه. والآن يا دقير، يا عمر الدقير، يا رخيص الثمن، ادعيت أنك اتحادي ديمقراطي، يا مريم الصادق قلت حزب أمة، فيا اتحادي ديمقراطي ويا حزب أمة، لكم زمن طويل تضللوا في الشعب السوداني وتدقوا ناقوس البيع والشراء للشعب السوداني بعد ما أجدادكم فعلوا ذلك كله. دارين تعيد المجد مرة أخرى؟ والله الأجداد والآباء والأحفاد لم ولن يلعبوا بالشعب السوداني. احذروا السودان، اتحاد ديمقراطي، حزب الأمة الفيدرالي، الشويعي، إلى مزبلة التاريخ. الآن العالم كله أصبحت قرية صغيرة جدا، والسودان بيت واحد، بيت معمور بشعبه وبنجباؤه وبعساكراه وبجيوشه وبقاداته وبشبابه وبالمرأة أيضا. انتبهوا. قف ونقول لعمر الدقير، أنت لم تتحدث بلسان الشعب السوداني. الحماية
إذا كان هناك للسودان شعب يحميه، القوات المسلحة والقوات المشتركة والشباب المسلحة، وجميعنا ندافع عن أرضنا وعرضنا. انتبه، ولكن نحن كشعب سوداني لا نباع ولا نشترى، والشعب السوداني يعي كل الظروف. انتبهوا، السودان حاجة واحدة، جيشا ومشتركة وشبابا ومرأة وكبارا وصغارا. نحن نعلم يقينا ندافع عن وطننا بأي شكل من الأشكال. وربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السودان ده سوداننا، شمالي غرباوي 56 120. الألفاظ والأقوال والحاجات اللي بتقولوا ده ما هتعمل فينا على الإطلاق. المؤتمر الوطني بكل حندسته ما قدر لينا هنا الشعب السوداني. بحلاويسكم تقدروا لينا؟ والله ما تقدروا. الآن المؤتمر الوطني وقف خلف الشعب السوداني، لأنه عرف عزيمة الشعب السوداني. عشان كده طارة تسمونه بأسماكم ما عنده أي معنى التغزم، ومن طارة ولحظة أخرى أن إحنا مدنيين. علاقتكم بمدنيين شنو؟ الحاجة لسه قاعدين بعملوا في بالشكرية ده، ما ده أعمالكم. الشعب السوداني 45 مليون نسمة قادرة للدفاع عن وطنها، عن عرضها وأرضها. تذكر، انتبهوا، أوعى. آدم حامد جار النبي 0123 60 60 66. حياكم الله. السلام عليكم شعب السوداني، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية يا رب. ترجعوا سالمين خانمين إلى أماكنكم. إن شاء الله ربنا يعم الأمن والاستقرار في السودان. طيب، طالما وصلت هنا فبالله يدك للشير ويدك لللايك، وسير الفيديو دي في كل المجموعات اللي عندك. دائما انا بقول المجموعات السودانية الشريفة اللي هو همها امر الوطن. طيب، عزي نفسي وعزي كل اسرة سودانية فقدت فرد من افراد عائلتنا، نقول ربنا يرحم شهدانا، ربنا يرحم شهداكم، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعودة حميدة للمفقودين يا رب العالمين، ويا رب تفك اسر المأسورين يا رب العالمين. فصراحة في مجموعة كبيرة جدا من الشعب السوداني الآن بالأخص الأيام دي في مدينة أو في ولاية الجزيرة بمحلياتها، فمجموعة كبيرة جدا من الشعب السوداني اللي هم معسورين تحت ميليشيا آل دغولو. فإن شاء الله الناس تدعي، الناس تصلي، الناس تجيف مع شعب الجزيرة وشعب دارفور وكل الشعب السوداني يا رب العالمين. الناس تحاول تدعم بقدر الإمكان لشان تقدر تصل لحلول. طيب، قواتنا المسلحة صراحة الشعب السوداني واقف معاكم، الشعب السوداني مساندكم بكل ما يملك، والآن الحس وطن. فالناس صراحة كل أبناء الشعب السوداني الآن هم كاكي أخضر، كل أبناء الشعب السوداني الآن هم خلف قائد قوات الجيش السوداني وقوات المشتركة. فدي الفترة اللحظة اللي كانت بنتمناها من فترة زمنية طويلة جدا، بأنه يتحد الشعب السوداني وقياداته العسكرية والقوى المشتركة. والحمد لله ربنا استجاب دعوات الشعب السوداني، الآن صاروا تحت مظلة واحد اللي هي بقت الحس وطن، والناس كل شعبة وحكومة واقفين لخدم وساق لاستيصال هذه الميليشيا. وهذا انتصار وإنجاز، صراحة إنجاز كبير جدا وقيم جدا للشعب السوداني، لأنه كل الشعب السوداني الآن 48 مليون اللي هم الآن متوحدين. صراحة أنا قلت 48 لأنه كل الشعب السوداني هم الآن واقفين خلف قواتهم المسلحة، لأنه ميليشيا آل دغولو لم يعد عليهم أو ما نعدهم بأنهم سودانيين، يعني كلهم هم مرتزقة وناس جو من دول الجوار. فعلى الأساس أن إحنا ما زلنا 48 مليون كلهم جياشة يعني، ففي خليل منهم مثلا لا يذكر، فهم متعاونين وهم واقفين مع الميليشيا على أساس إرخي وغبلي ومناطقي، ولكن بسيطين يعني. فبرضو الشعب السوداني والجيش السوداني والقوى المشتركة ترصد كل تحركاتهم، فبيجي يوم اللي هم ممكن ينالوا فيه العقاب، ممكن يجي يوم اللي هم يجرد منهم استوداناتهم يعني. فصراحة دي واجب وطني لكل إنسان سوداني الآن هو
حمام روتا، فإذا كان جارك متعاون، صاحبك متعاون، أي شخص مثلا أنت بتعرفه متعاون، فطوال إحداثيات لقوات الشعب المسلح والقوى المشتركة، فهم جديرين بأنه يقدروا يتحصل عليهم، جديرين بأنه يقدروا يسووا اللي هم بيقدروا عليه يعني. فصراحة قواتنا المسلحة قاعد تحقق انتصارات متتالية في مناطق كثيرة جدا، وقواتنا المشتركة أيضا. ولكن اللي هو الحمان أكثر اللي هو موضوع أهالينا الموجودين على مستوى الجزيرة، أهالينا الموجودين على مستوى دارفور، فهم صراحة اللي هم الأشد هوية. فالناس تطالب بالدعوات، الناس تطالب بالصلوات علشان ربنا يحفظهم وربنا يفيق أسرهم وربنا يردهم سالمين خانمين، لأنه صراحة ميليشيا آل دوغلو لم يرحموا كبيرا ولا صغيرا، فهم ناس ما مربين صراحة. والإنسان اللي دائما بكون هو في غير تربوي، فبكون تعامل معه صراحة صعب جدا، وحتى ما بيحترم الكبير ولا يوخر الصغير. وأدلة هو الآن حاصل يعني في مجموعة كبيرة جدا أو على مجموعة كبيرة جدا من أبناء الشعب السوداني قاعد تنطحكوا من ميليشيا آل دوغلو. وللأساس ده نحن كنا بنطالب بأنه يا أخي ما في ميليشيا تحكم دولة ولا بديل لقوات المسلح إلا قوات المسلح. وقريبا إن شاء الله نحن وقواتنا المسلحة وقواتنا المشتركة قادرين على نستأصل الميليشيا، ولكن مطلوب مننا أعمل زمن، والناس تحاول تتكاتف مع بعض، والناس تحاول تمسك يد بعض. فإن شاء الله بشعبنا وبقواتنا المسلحة وبقواتنا المشتركة قادرين على استئصال هذه الميليشيا. فإن شاء الله ربنا ينصر كل قواتنا المسلحة، ربنا ينصر كل الشعب السوداني، ربنا ينصر الأخوة المشتركة. وأيضا رسالة قوية جدا لأمنا الشيخ آدم حامد، نقول له ربنا يمتعك بالصحة والعافية. صراحة ساهمت في إرسال رسائل اطمئنان لكافة أبناء الشعب السوداني من ولاية شمال دارفور، ودائما صراحة صباح في كل أبناء الشعب السوداني، ورسائلك بتصل وقاعد تتناول قضايا بتاع كل أبناء الشعب السوداني، سواء كانوا في الجزيرة، سواء كانوا في الشمال، سواء كانوا في الشرق أو في الوسط أو في القرب. فصراحة قدمت عمل جبار جدا، ربنا يحط له في ميزان حسناتك. وده الشعب السوداني اللي احنا قاعد نبحث عنه يعني، ده الانسان اللي كل ابناء الشعب السوداني كده صراحة. فالناس تحاول تكسر من الرسائل زي دي، والناس تحاول تشير وتوصل الفيديو وتوصل المقاطع لكل ابناء الشعب السوداني يعني. وان شاء الله منصورين باذن الله. دمتم ودام السودان بألف خير، محباتي لكم، مع السلامة.